السرداب او الدهليز الذي سينطلق منه اللاعبون للدخول لارضيه الملعب، وبالتاكيد ستكون هناك تفوات ستؤثر الفضاء كما جرت العاده دائما. توشاكا امامكم هادئ وربما الضغط كله سيكون على فريق الرجاء العين، كل شيء وريد. حكام الحرج بوشعب الحرج بعد تردد كبير للجنه المركزيه للتحكيم، وتم اللجوء للحرج. رابع مقابله للحكم الدولي ينتمي لهيئه المحامين بالدار البيضاء. صعود اول تيفو لمناصر الوينر، يعني لوحه مثيره ومدهشه لانصار فريق الوداد في المنعرج الايسر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. إذن يحملون اسم مدينة الدار البيضاء، هذه المدينة الأسطورية، هذه المدينة الاستثنائية، القطب الاقتصادي الكبير. هكذا هم مناصر فرق الوداد، مناصر الوينرز، الفائزون، المنتصرون، رائعون جدا أنصار فرق الوداد في هذا التيفو العملاق. فيما نترقب العاصفة التي تسبق هذا السكوت لمناصري فريق الرجاء، الكريم بوز والايجلز، الصبيان الخضر، وكذلك النسور ماذا عدوا كتيفو. إذا كازابلانكا تنتصب بخيلة وباقتدار وسط المونفيراج أنصار فريق الوداد البيضاوي، تقنية ترواتي في دلالة على أن هناك ثلاثية الأبعاد في صورة تنم عن حب كبير لأنصار فريق الوداد لفريقين. هنا النصر الرجاوي ينتصب باقتدار ويمد يده للمناصرين، وهناك يعني رونيسونس، يعني نهضة كروية، رسالة الرجاويين لأن مناصرون لفريقهم ويطمحون لنهضة كروية بعد لحظة فراغ. جاء الجمهور الرياضي ليكون في الموعد ويعطي الدفء اللازم للاعبين ليكونوا في مستوى التطلعات. ملعب اسطوري مرت منه لقاءات اسطوريه، والاجواء ستكون استثنائيه ومثيره للدهشه. هذه المقابله التي ربما لا تحتمل القسمه على اثنين، على اي نمشي ونعطي تشكيله فريق الوداد البيضاوي الذي تتقدم بالتشكيله الثانيه. زين العروبي في الحراسه 22، عبد اللطيف نصير 28، ياسين الكردي 20، يوسف ربح 16، مرتضى 15، ابراهيم نقص 6، ايتني ترجم 24، الهجوز 8، رشيد حسين 17، انضم الكونغول 21، وليد القرطي رقم 18. دكة بدلاء الوداد انس الصباحي 2، 25 اسماعيل حداد، امير عطوشي 5، محمد اونجم 7، محمد عقيل 1، مختار سيسي المالي 9، مدرب الفريق الويلزي طوشاك حكم المقابله كما قلت بشعب الحرج، رضوان عاشق مساعد اول، الحميدي محمد مساعد ثاني، الهاشمي حكم رابع، ثلاثة أربعتهم من عصبة الدار البيضاء. الرجاء تقدمت المقابلة بالتشكيلة التالية، أنس نيتي بالحارسة 1، باقي الله محمد الأوان 49، عمر بوطيب 25، 55 محمد شاحوح 21، عادل الكاروشي، عصام الراقي 99، أنصاكونا 33 من نيجيريا، مابيد الكونغولي 14، بدربان 13، إلى حافظ 18، عبد الكبير بوادي رقم 93، ياسر صاحب كتبولا 10، عبد الجليل جبيره 20، أنس 26، هشام الهلوش حارس ثاني 32، مهتدى محسن 30، 16 والحاج 24، محمود بن حالي مدرب فريق الطوسي والخياطي. إذا هكذا هي الأجواء هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. هذا واحد من أفضل الدربيات الكروية على المستوى العالمي، وكما قلت حراسة أمنية مشددة في كل معابر مؤدية لهذا الملعب، تفادي أي احتكاك ما بين أنصار الفريقين، بين الرجاويين والودادين. أظن هذا لقاء هو في كرة القدم، قد تفوز الوداد كما قد تفوز الرجاء كما قد يتعادل الفريقان. لازم السلطة الرياضية شوف هذه الأجواء، وكأني في ملعب ريفر بليت أو في بوكا جينيور، في واحدة من الرسائل القوية لمناصر فريق الرجاء. الكريم بويز والإيجلز قوة كبيرة ودعم كبير للاعبين في القاعة.
بالوينر في فضاءات ربما انا اقول واقول واكرر افضل دوري افضل ديربي عربي افريقي واحد من افضل الدوريات العالميه. صحيح هناك تونس نادي افريقي وترجي اهلي والزمالك وديربيات اخرى كي صدقوني شفتوا دول كثيره على المستوى العربي الافريقي، هذا افضل ديربي عربي افريقي، افضل ديربي عربي افريقي، صور تنطق بدون تعليق يا سلطان، صور غنيه عن كل تعليق. هكذا هي المسانده لا مشروطه لانصار الرجاء للنسور الخضر النصر الاخضر يريد ان يحلق حاليا بعد كبوتين ربما لم تعمل طويلا في مربطة الوداديه تمشي باقتدار وباحترام وتمشي بخيلات. من سيفوز؟ من سيفوز؟ هل النصر ام البطه؟ هذا حوار، حوار عبر التاريخ، 60 سنه من التواجد، 60 سنه من العطاء، و60 سنه من هذه الاشياء.